السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في الجزء الثالث من المحاضرة الحادية عشرة والمتعلق بالماشين باور وحسابات الإنتاجية للآلية نوع دوزرز. يتم تقدير الإنتاجية لهذا النوع من الآليات بإحدى الطرق الثلاثة التالية: الأولى هي النسب المقدمة من الجهة المصنعة للآلية من خلال شارتات معينة. الطريقة الثانية هي مبنية على الخبرة الميدانية السابقة والتي تتضمن الاعتماد على نوع الآلية وظروف العمل ونوع التربة التي يجري العمل عليها، والطريقة الثالثة من خلال القياسات الحقلية. تزود بعض الشركات المصنعة للآليات طرق لحساب الإنتاجية، وقد تكون هناك معادلات كما مبين أدناه لحساب الإنتاجية. ففي هاتين المعادلتين الـ VS والـ VU هو الـ Capacity، أي سعة سكين القطع. إذا كانت من النوع Straight أو الـ Angle فنستخدم الـ VS، وإذا كانت من نوع الـ Universal العامة نستخدم الـ VU. أما باقي الرموز الـ W هو عرض السكين، والـ H هو الارتفاع الفعال، والـ Z قياس موازي لسكين القطع، والـ X هي زاوية الإمالة. أما في الطريقة الحقلية فيتم قياس الإنتاجية، وذلك بأخذ كمية التربة التي تجرف أمام سكين القطع، حيث يتم إيقاف الآلية ورفع سكين القطع وتحريكها للأمام، وتحتسب الأبعاد المثبتة كما يلي: يتم قياس ارتفاع التربة ويسمى H، كما يتم قياس امتداد التربة أمام سكين القطع ويسمى W، ويتم قياس امتداد التربة على الجانبين من السكين القطع ويسمى L، وفي حال عدم انتظام شكل التربة فيتم أخذ قياسين والبناء على معدل النتيجة. وبعد أخذ هذه القياسات، وكما ذكرنا بأخذ المعدل في حال عدم انتظام شكل التربة، يتم تطبيق هذه القيم الثلاثة في المعادلة أدناه لاحتساب إنتاجية السكين القطع باللوز كيوبيك يارد، أي التربة المفككة، واستخدام الفاكتور 0.0139 مضروبة في الـ H في الـ W في الـ L. الصورة في الأعلى هي صورة أمامية للمشين، وتوضح كيفية قياس الارتفاع، أي الرمز H، بأخذ معدل قراءتين. أما الصورة في الأسفل فهي لمنظر من الأعلى، وتوضح كيف يتأخذ قياس الـ W وهو امتداد التربة أمام سكين القطع بأخذ قياسين، وكيف يحتساب الـ L وهو امتداد التربة باتجاه الجانبين. وفي هذا المثال التطبيقي المباشر، فإن ارتفاع كمية التربة أمام سكين القطع مقاسة من مكانين H1 و H2، وامتداد التربة أيضا مقاس من مكانين W1 و W2، وعرض التربة التي يتم جرفها أيضا محدد بقيمة L، حيث يتم أخذ معدل H ومعدل W وتطبق في المعادلة مباشرة، والناتج هو البليد لود بقياس التربة المفككة، وكما موضح النتيجة أمامنا. إن دورة العمل لهذه الآلية تتضمن عملية جرف التربة، ومن ثم المناورة والاستدارة والعودة إلى نقطة البداية، وأيضا المناورة والاستدارة مرة أخرى وبدء مسار جديد. فهذه تسمى السايكل تايم للدوزر، ودائما تكون هذه الآليات بسرعة بطيئة تتراوح بين 1.5 إلى 2 ميل بالساعة. تكون سرعة هذه الآليات أكبر عندما تكون محررة من عملية جرف التربة، أي أن أمام سكين القطع لا توجد تربة، وفي المسافات القصيرة لمسار العمل التي بحدود 30 إلى 40 متر، فإنها أيضا لا تستطيع السير بسرعة عالية. وبعد استخراج البليد لود كما شرحنا في المعادلة السابقة، يتم تطبيق معادلة الإنتاجية لحساب الإنتاجية مقاسة باللوز كيوبيك يارد لكل ساعة عمل بتطبيق هذه المعادلة، حيث يتم ضرب 60 منت في البليد لود مقسوم على
البوش تايم زائدا الريتيرن تايم زائدا المانوفر تايم. في هذا المثال لدينا آلية تسير بسرعة 2 ميل بالساعة عندما تتم جرف التربة وبسرعة 4 ميل بالساعة عندما تعود إلى نقطة البداية، والمسافة هي 90 فوت. فيتم حساب البوش تايم بقسمة 90 فوت على السرعة، وبعد توحيد الوحدات تحويل الميل إلى الفوت والساعة إلى الدقيقة يكون الوقت المستغرق 51% من الدقيقة. ولحساب الريتيرن تايم أي وقت العودة أيضا يتم تقسيم نفس المسافة 90 فوت على سرعة العودة وهي هنا 4 ميل بالساعة، وبتجانس الوحدات تحويل الميل إلى الفوت وتحويل الساعة إلى الدقيقة تكون النتيجة 0.26 من الدقيقة. وعملية المينوفر تكون هي 5% من الدقيقة للاتجاهين. ولحساب الإنتاجية يتم تطبيق المعادلة بضرب 60 في البليد لود الذي حسبناه في المثال السابق وقسمته على وقت البوش تايم والمينوفر تايم والريتيرن تايم، وتكون النتيجة 424 لوز كيوبيك يارد للساعة الواحدة. كما يمكن استخدام تشارتات المزودة من قبل المصنعين والتي تختلف من شركة إلى أخرى وتختلف من آلية إلى أخرى لحساب الإنتاجية حسب ظروف العمل. في هذا المثال توجد معطيات منها السويل بيرسنت 0.25 ونوع التربة هو الساندي سويل، والإفشنسي أي كفاءة العمل هي 50 دقيقة بالساعة الوحدة، وأيضا توجد كلف التملك والتشغيل وكلفة المشغلين والمطلوب حساب كلفة العمل بالنسبة للدوزر. فباستخدام السويل فاكتور يتم حساب البانك يونت ويت للتربة، كما يجري احتساب التايم فاكتور بقسمة 50 دقيقة عمل على الساعة، ومن ثم يتم ضرب هذا الفاكتور بالبانك سويل والتي يتم استخراجها بقسمة اللوز مجر على السويل فاكتور، والناتج النهائي راح يكون حجم التربة بالبانك كيوبيك يارد 283، ومن ثم نقوم بقسمة الكلف الخاصة بالتملك والتشغيل وأجور المشغل على كمية هذه التربة، حيث سنحصل على اليونت كوست وهي 0.15 دولار لكل بانك كيوبيك يارد. كما ذكرنا سابقا فإن العديد من المؤسسات والشركات تقوم بإنتاج معادلاتها الخاصة لحساب كميات الإنتاجية، وهنا في مؤسسة انترناشنال هارفست تم صياغة معادلة يمكن استخدامها لحساب الإنتاجية بالنسبة للدوزرز. تتضمن هارفست فورمولا حساب البرودكشن باللوز كيوبيك يارد بالاعتماد على الهورس باور وعلى الديستانس وهي المسافة التي يقطعها المشين في عملية الذهاب الواحدة، وكما مبين أمامكم. في هذا المثال المباشر فإن الهورس باور للمشين مقدرة ب 200، والمسافة المخصصة لمسار العمل 90 فوت، وبتطبيق مباشر لهذه الفورمولا فإن الإنتاجية تكون 471 لوز كيوبيك يارد. يجب الأخذ بنظر الاعتبار أن الإنتاجية الفعلية قد تكون أقل بسبب ظروف العمل وقابلية المشغل وظروف الموقع. نضع أمامكم في الشرائح القادمة بعض أنواع الشارتات التي تصدرها الشركات المنتجة للآليات والتي يمكن استخدامها للإنتاجية. تكون هذه الشارتات بشكل عام مصممة للأعمال الإنتاجية المثالية بحيث تكون الإفشنسي 100% أي أن المشين تشتغل 60 دقيقة بالساعة، وأيضا أن التربة تكون بمعدل كثافة 2300 باوند بير لوز كيوبيك يارد، وكذلك ظروف الاحتكاك ما بين دواليب هذه الآلية والتربة أيضا تكون مثالية، فللنوع المصرف تكون 0.5 ولنوع المدولب أي عجلات مطاطية 0.4، وأن يكون التحكم بسكين القطع تحكم هيدروليكي. هذه الظروف المثالية للاحتساب من خلال الشارتات.
هذا أحد الشرطات المستخدم لحساب الإنتاجية حسب نوع المشين وحسب مسافة مسار العمل. وهذا أيضا شرط آخر يستخدم للUniversal Blade أيضا لاحتساب الإنتاجية بناء على نوع المشين ومسافة مسار العمل. وفي هذا الجدول يتم احتساب الكوركشن فاكتور معامل التصحيح حسب نوع الآلية هل هي مصرفة أو مدولبة وحسب نوع المواد وكفاءة المشغل وظروف أخرى. ومن هذا الشارت يتم استخراج أيضا معامل تصحيح إضافي حسب ميلان سطح العمل. ولاحتساب الإنتاجية الكلية يتم استخراج معامل التصحيح الكلي وبذلك بأخذ القيم من الجداول والشارتات السابقة وضربها جميعا لاستخراج معامل التصحيح النهائي والذي يغرى في الإنتاجية القياسية لاستخراج الإنتاجية الفعلية في الموقع. تبين هذه المعادلة الصيغة النهائية لعملية احتساب الإنتاجية مقدرة باللوز كيوبيك يارد وذلك باستخراج الإنتاجية المثالية من الكيرفات مضروبة في التوتال كوركشن فاكتور والذي يشمل جميع معاملات التصحيح السابقة. في هذا المثال التطبيقي يبين لنا نوع التربة ونوع الآلية المستخدمة ومسافة العمل بحدود 300 فوت وكذلك نسبة ميلان السطح السلوب بالإضافة إلى وزن التربة ومعامل الانتفاخ والإفشنسي 50 دقيقة بالساعة والمطلوب احتساب الكلف النهائية لكل كيوبيك يارد. يتم استخراج معاملات التصحيح وقيمها من الشارتات والجداول السابقة كما مبين أمامكم ولجميع الفعاليات كما يتم استخراج التربة باستخدام معامل الانتفاخ المعطى في السؤال. الخطوة التالية يتم استخدام جميع القيم السابقة لاستخراج Total Correction Factor وذلك بضرب جميع معاملات التصحيح ببعضها كما في الخطوة الأولى أعلى ويستخرج بقيمة 0.652. كما يتم استخراج حجم التربة مقدرا بالبانك كيوبيك يارد وذلك بقسمة اللوز كيوبيك يارد على السويل فاكتور ويتم ضرب النتيجة في معامل التصحيح الكلي. وبعد أن نستخرج الإنتاجية يتم قسمة الكلف الكلية على كمية الإنتاج لاستخراج التوتال كوست وفي هذه الخطوة الأخيرة كانت النتيجة 0.44 دولار بير كيوبيك يارد. في هذه الخطوة تنتهي المحاضرة 11 بجزئها الثالث. نلتقيكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله.